بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي ومتابعات الوكالة العقارية تسير، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهذا العرض الجديد والتواصل الجديد معكم متابعينا الكرام. أولا نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير متابعينا الكرام ومتابعاتنا الكريمات. إذا اليوم جبنا لكم واحد العرض جديد جدا جديد من منطقة سبج حجوح القريبة اللي محسوبة على إقليم الحاجب جهة فاس مكناس. فهذا العرض الجديد هو عبارة عن فيلا رائعة جدا كما كتشاهدوا في الفيديو، فيلا رائعة في منطقة يعني هادئة وكل الهواء نقي والهدوء، ويعني وواحد في المنطقة ديال في السبج حجوح. فهذه الفيلا الرائعة جدا هي محفظة تيتري، المساحة ديالها 400 متر مربع، يعني ما شاء الله كبيرة، يعني كبيرة ما شاء الله، مجهزة بواحد البئر وفيها كذلك بالنسبة للسيارة الكراج ديال السيارة. وكما كتشاهدوا في الفيديو في هذه الجولة داخل الفيلا، فما شاء الله غتشوفوا هذه يعني لافينيسيون ديالها رائعة جدا، كما نقولوا مولاها بناها على بناها بصح، بناها يعني بناها بالعشق ديالو اللي بناها، ويعني فيلا رائعة فيها كذلك جردة ديالها كما كتشاهدوا في واحد المنطقة رائعة جدا في سبت جحجوح. وهذه سبت جحجوح هي منطقة هي اللي ما يعرفهاش هي تابعة لإقليم الحاجب وبعيد على مكناس تقريبا بواحد تقريبا حوالي 25 كيلومتر عن مدينة مكناس. إذا متابعينا الكرام، هذا العرض هو عبارة صراحة عرض جد جد متميز، لأنه بلعب كما نقولوا همزة ديال بصح، لأن هاد الفيلا اللي كتشاهدوا ما شاء الله وكتشوفوا هاد لافينيسيون ديالها وتشوفوا الزليج وتشوفوا يعني ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. وكاين كذلك فيها يعني جاي في واحد المنطقة رائعة هادئة جدا، الناس اللي كيبغوا الكالم ويبغوا الطبيعة والهدوء، فهذه فرصة مهمة بالنسبة للناس اللي يقلبوا على مثل هاد العروض العقارية. فالمساحة كما قلنا ما شاء الله 400 متر مربع، يعني ما شاء الله كبيرة، فيلا كبيرة ما شاء الله. والثمن، الثمن اللي غنركزوا عليه، الثمن اللي هو ثمن جد 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 مناسب بل جد مشجع، يعني صراحة تصور ان فيلا ما شاء الله 400 متر مربع وقريبة للطريق الرئيسي، يعني قريبة للشارع الرئيسي، قريبة للشارع الرئيسي، فالثمن ديال هذه الهمزة صراحة همزة بمعنى الكلمة، الثمن ديالها 60 مليون سنتيم، يعني ما شاء الله، يعني همزة، فرصة لا تعوض بمعنى الكلمة. متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات، فدائما الوكالة العقارية تيسير كتجيب لكم دائما العروض العقارية، كتجيب لكم كذلك هاد بحال هاد الهمزات ديال يعني الهمزات اللي يعني نتمنوا ان تكون في مكتبة لاي واحد فيكم متابعينا الكرام. ف يعني فيلا رائعة جدا متابعينا الكرام. اللي كيشاهد الفيديو اول مرة وكيكتشف القناة ديال الوكالة العقارية تيسير، ما عليه الا الاشتراك، يدير واحد الاشتراك في القناة باش دائما يوصلوا الجديد ديال الاعلانات العقاريه، لان متابعينا الكرام ومرحبا بكم دائما عند الوكاله العقاريه التيسير. اذا متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات، دائما مرحبا بكم عند الوكاله العقاريه التيسير. فهذا العرض يعني صراحه عرض همزه ديال بصح، فاللي يبغى يزور هذه الفيلا الرائعه اللي كتواجد في سبج حجوح فيتواصل معنا على الرقم الهاتفي المعتمد ديال الوكاله العقاريه تيسير اللي هو 0670 96 48 84. اعيد 0670 96 48 84، سواء يتواصل معنا عبر الواتساب او عبر الهاتف. فمرحبا بكم متابعينا الكرام، فدائما الجديد ان شاء الله في القناه ديال الوكاله العقاريه تيسير، عروض عقاريه متنوعه ان شاء الله، ونتمنوا اننا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع، والى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته. دائما كنتمنوا لكم الخير وكل الخير متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.